حضرات السادة المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم في حلقة من بلاد طيبة ومجلات وصحافة مصر في الثلاثينيات والأربعينيات من مكتبة والدي محمد فهمي. معنا عدد المجلة المصور الصادر في يناير 1942 بمناسبة عيد الأضحى المبارك. صورة الغلاف السادة الوزراء ورؤساء الوزراء بملابسهم الرسمية في التوجه إلى قصر عابدين لتهنئة الملك بعيد الأضحى. بعنوان الوزراء والأقطاب يهنئون الملك بالعيد، توافد الوزراء والأقطاب على قصر عابدين الملكي في اليوم الأول من العيد للتهنئة. ونرى في الصورة العليا إلى اليمين دولة رئيس الوزراء عند وصوله إلى قصر عابدين، وإلى جانبها صورة فريق كبير من كبار المهنئين توسطهم رفعت النحاس باشا، وإلى يمينه رفعت شريف صبري وسمو الأمير إسماعيل داود، وإلى يساره حضرة الشيخ المحترم حسين الجندي وصاحب العزة محمود بك السيوفي الأمين العام الرابع لجلالة الملك. تحتهما اليمين صورة أحمد ماهر باشا رئيس مجلس النواب ومحمود فهمي النغراشي باشا، وإلى شمال أو اليسار صورة معالي أحمد محمد خشبة وزير المواصلات يصافح الشيخ المحترم أحمد الديواني في فناء القصر الملكي. رئيس الوزراء حسين سري باشا. ندخل جوه العدد مباشرة بالتهنئة. صورة عيد الأضحى في عابدين. مقدمة المهنئين في الصورة الشيخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي. تراه في الصورة يصافح حضرة النائب المحترم محمد سلطان بك، وقد صار على يساره نجله حضرة النائب المحترم حسن رشاد المراغي. الصورة اللي تحتها رجال السلك السياسي الأجنبي على عابدين أقبلوا مهنئين. الصف الأول من اليمين السيد سعادة محمود جم سفير إيران، سعادة الميسيو إيفان دانييلسون وزير السويد، ثم البارون دي بيلدت وزير السويد، وسعادة الميسيو بودزي وزير فرنسا، وصورة لسعادة يوسف ذوالفقار باشا سفير مصر لدى طهران، وصور أخرى للوزراء بيولعوا السجائر بعد ما طلعوا، ثم صورة للشعب وطقوسه في العيد. العيد في الصحراء. أدى جماعة أهل السنة فريضة عيد الأضحى في صبيحة يوم العيد بصحراء العباسية، وقد بكر المصلون بالذهاب إلى المكان المتفق عليه حتى إذا ما اكتملت جموعهم وحان موعد الصلاة أدوا الفريضة في الخلاء، ثم أخذوا في تهنئة بعضهم بعضا بالعيد المبارك. ونرى في الإمام في هذه الصورة يلقي خطبته في إخوانه المصلين قد ظهرت بعد منازل العباسية في نهاية الصورة، يعني أعتقد أن دي لغاية مدى معين في العباسية وبعده الصحراء. قصة خروف العيد، يعني إيه قصة خروف العيد؟ ما الناس كلها عارفة قصة العيد في اختصار تم هو كاتبها. الصورة الأولى طفل يمرح ويضحك إذا أركبته أخته خروف العيد، والثانية الخروف يسبح، والثالثة توزيع الأضحية، وشكلها كلها لأسرة واحدة أخذت المنظر كله. في آخرها
حفل حسن. ده عنوان غريب لكنه أمر واقع وحقيقة ثابتة، أن الأستاذ نجيب الريحاني أقام عدة حفلات لجماعة الرواد، رفض أن يتقاضى أجرا واعتبر نفسه وفرقته مساهمين في أغراض الجماعة والخدمات الإنسانية. فما كان من جماعة الرواد وحسنين باشا أحد أعضائها، ومن مبادئهم عدم ذكر أسماء أو إعلان عن أشخاص، لأنهم كلهم إخوان والرئيس لهم، وحسنين باشا لا يعتبر إلا أحدهم وأكبرهم سنا. ما كان من هؤلاء إلا أن قرروا إقامة حفل تكريم لنجيب الريحاني اعترافا بشعوره الكريم. وهذه ولا ريب أول حفلة من نوعها، بل لعلها أول مرة نجد جماعة تضم خيرة رجال البلاد ومن بينهم رئيس ديوان جلالة الملك يكرمون فنانا خيرا مثل نجيب الريحاني. عبود باشا، يعتبر عبود باشا جميع نزلاء الأقصر وأسوان ضيوفه باعتباره أنه نائب أرمنت وله مزارع واسعة في هذه المنطقة، ولذلك فإنه ظل طوال الأسبوع الأعياد يقيم دعوات وولائم متتالية. أقام وليمة فاخرة ليلة الكريسماس لأصدقائه الأجانب، ووليمة أخرى يوم عيد الأضحى لأصدقائه المصريين، وولائم أخرى لكل من كان يلتقي بهم في الأقصر. ووضع سعادته لانشين كبيرين تحت أمر المدعوين ليتنقلوا بهما بين الأقصر وأرمنت، وهيأ لضيوفه فرصة ركوب الخيل والاستحمام في حمام السباحة ولعب الاسكواش راكت. وكانت هذه الولائم دعاية موفقة للريف المصري حتى بين المصريين أنفسهم. العدد ده هايص وأخبار للصعيد. الزيارة السنوية لدولة صدقي باشا، كان صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا رئيسا لشركة كومومبو، وكان من عادته أن يزور مقر هذه الشركة في كومومبو كلما اقتضت الأعمال أن يزورها، غير أنه قد سن في ذلك الحين سنة لم يغيرها. إيه هي؟ حتى بعد تركه لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة، وهو أن يزورها في عطلة عيد الأضحى من كل عام. وقد سافر هذا العام إلى كومومبو عملا بهذه السنة. جو الأقصر، حسب القارئ أن يعلم أن بعض نزلاء الوينتر بالاس يرتدون جاكيتات بيضاء رغم أننا في أول يناير، ليدرك دفء الأقصر وجوها البديع شتاء. أما في المساء أو بالأحرى بعد الغروب فإن الجو يتبدل وينزل البرد، لكنه برد جاف خالي من الرطوبة. موسم الشتاء فيها ينتهي بانتهاء مارس، لأن أبريل بها لا يطاق. البلد فقيرة، وبيصف الأقصر ليست بها صناعات محلية مثل أسيوط أو أسوان مثلا، ولم يذكر ما هي الصناعات. هو العدد قصير في حد ذاته في الأخبار، لأنه كان مهتم بعيد الأضحى. وصورة في نفس الصفحة اللي هي هاي لايف، فقراء حي السيدة زينب يتذوقون ثمر جهود سيدات الهاي لايف، جمعوا لهم تبرعات توزعت على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى، وبرضو اتصوروا عشان يبينوا نفسهم في حال هذه التبرعات. وكم من التبرعات ترتكب باسم الخير، ولكن ماذا تعني فيه؟ Thank you.
سورة الغلاف الأخيرة، الحرب العالمية الثانية كانت وضع أوزارها في ميادين ليبيا. وثائق العدو تؤيد البلاغات البريطانية، واضح أنه مدمر، وقوات هندية تواصل الزحف مخترقة درنة بعد سقوط الميناء في أيدي القوات البريطانية في 19 ديسمبر. الحرب العالمية كانت في قمة حدوثها. نشكركم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعاده الله عليكم وعلينا وعلى مصرنا بالخير والسلام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء قادم على أرض جديدة من بلاد طيبة.